الكرة الفرصة بعد معاناة طويلة أمام عساس تيليكوم شبيبة الثورة يضرب الشباك وسط احتجاج كبير جدا من لاعبي الفريق تيليكوم الجنوبي 1-0 من صلاح عملها وفعلها وخطف الكرة بعد الخطأ ضغطه مدافع الشبيبة صالح فاتح بعد 4 دقائق فقط من بداية اللقاء ليوقعها أول أهداف. حميدي يلعبها مع مداحي او مع طالح الكرة من هناك منطقة العملية لصالح شبيبة الثورة التسديدة ولكن تروح بعيدة عن اطار مرمى الحارس بن شلف عماد هذه المحاولة الاخيرة كانت من حماقة للحمري يلعبها الى اليمين هنا العرضية على مستوى الخيمة الاول خطيرة بالراس لكن Jordan qui va, et la défense qui intervient, encore une fois, c'est à la défense qui intervient, la défense qui joue très bien, qui défend intelligemment, sans faire de... Happy festival.
récupéré par Salah, mais très haut de la GSAWA. L'intervention de Tala. Très bonne couverture de Tala au bon moment. Qui met cette boucle là, pas de solution. تلقى في هذه الأثناء بتنفس